67 عاما مرت على الخطوة التي اتخذتها الهند لتفعيل العمل بالدستور الهندي. لذلك نظمت السفارة الهندية بالقاهرة احتفالية لتخليد هذه الذكرى هذا اليوم بمقر إقامة السفير الهندي بالقاهرة، حيث استقبل السفير مجموعة من الجالية الهندية بالقاهرة. احتفلت السفارة الهندية بالقاهرة بالعيد 69 لجمهورية الهند، والذي يأتي إحياء لذكرى تفعيل العمل بالدستور الهندي لتبدأ الهند حقبة جديدة في تاريخها. هذا يوم مميز بالنسبة لنا، لأننا نحتفل فيه بثلاث مناسبات في الوقت نفسه. نحتفل بالعيد 69 لجمهورية الهند، وبمرور 70 عاما على استقلالنا، وبالعام 70 للعلاقات الدبلوماسية الهندية المصرية. الهند شهدت تطورا ملحوظا في العقود الماضية منذ نيلنا الاستقلال، واستطعنا أن نمكن شعبنا ونمنحه الثقة والأمل. هذا اليوم مهم جدا، حيث تم إصدار الدستور الهندي واستطعنا أن نعلن أننا دولة ديمقراطية، وهذه هي الطريقة التي سندير بها المستقبل من خلال دستور يعطي المواطن حقه ويحدد له واجباته. يعتبر عيد جمهورية الهند واحدا من أهم ثلاثة أعياد وطنية بالهند، إلى جانب الاحتفال بيوم الاستقلال ويوم ميلاد الزعيم غاندي. أنا سعيدة جدا وفخورة بمثل هذا اليوم الذي أعلنت فيه الهند دولة لديها دستور، بعد أن كافحنا من أجل الحرية واستطعنا أن نعتمد واحدا من أهم الدساتير في العالم. يعتبر هذا اليوم يوم عظيم، إذ وضع الدستور الهندي وهو من أحسن دساتير العالم، إذ لا يفرق هذا الدستور بين فئة وفئة. تمتد احتفاليات عيد جمهورية الهند في بقاع كثيرة من العالم لتتوج مسيرة كفاح الشعب الهندي من أجل الوصول إلى منابر الحرية والاستقلالية. ندى هشام، أون لايف.